الحمد لله رب العالمين، نحمدك يا مجيب السائلين، يا قابل توب التائبين. نحمدك يا ربنا إلى أن هديتنا للإسلام، نحمدك يا ربنا إلى أن هديتنا للإيمان، نحمدك يا ربنا إلى أن جعلتنا نوحدك ونذكرك ونعيش عليك بما قلت فينا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فاجعلنا يا ربنا من الذين يتقونك في الحياة الدنيا، واجعلنا يا ربنا من الذين رضيت عنهم في الدنيا وفي الدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، رفع السماء بلا عمد، سبحانه سبحانه قادر على كل شيء، خلق من العدم، سبحانه هو الباقي، والكل سيفنى ويبقى الله. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا الحسنة محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله تبارك وتعالى على الصحابة الكرام أجمعين وللتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحبتي في الله، بإذن الله جل وعلا من خلال هذه الجمعة الطيبة المباركة يكون الحديث فيها عن تنظيم النسل والأخذ بالأسباب. لنتعرف من خلال هذا العنوان ما هي تنظيم النسل، وكيف يكون، وكيف أوصى المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وما الواجب فعله تجاه الزوجة المقبلة أو الزوج المقبل. أحبتي في الله، المولى سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق الأرض والجمادات، وجعل الأرض مستعمرة بالإنسان، فبدون الإنسان لم تكون حياة على الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إذن كانت بدء الخليقة من الأرض، من التراب، ثم بعد ذلك جعلنا عمارا في الأرض بفضله ومنته وكرمه على العباد. فلماذا استعمرنا المولى سبحانه وتعالى، ومن أي شيء خلق الإنسان؟ يقول رب العزة جل وعلا في كتابه العزيز: هو الذي خلقكم من تراب. سبحانه سبحانه جل شأنه، لا إله غيره ولا معبود سواه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. صدق الله العظيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة، وهو أبينا آدم عليه السلام، خلقه المولى جل وعلا من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. إذن أبينا آدم خلق من التراب، ومر بالأطوار الستة حتى صار أو صار بشرا. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وفي الآية الأولى وخلق منها زوجها. إذن المولى سبحانه وتعالى خلق من ضلع الأيسر الخلفي لسيدنا آدم منه السيدة حواء. يبقى الضلع الأيسر من الخلف، وهو أعوج الضلع في ضلوع بني آدم، خلقت منه السيدة حواء. فقام آدم من نومته فوجد بجواره امرأة جميلة ملاحة من جنسه، استأنسها واستأنسته وصار سويا في الجنة.
والمرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. ليس معنى ذلك أن المرأة خلقت من هذا الضلع الأعوج، وإنما المقصود بأعوج الضلع أعلاه وهو رأس المرأة. يبقى أعوج شيء في الضلع الأعلى أعلى شيء، طب أعلى شيء في المرأة رأسها، يبقى أعوج شيء في المرأة رأسها. يبقى المقصود هنا أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، يبقى أعوج ما في المرأة رأسها. فإن ذهبت تقيمه كسرته، استمتعوا بهن على عوجهن. شوف ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بيقولك أعوج شيء في الضلع رأسها، أعلى شيء في الضلع هو الرأس. كانوا زمان يجيبونا حاجة كده ويكسروها كده، يقول لك هشوف الضلع أعوج ومش عارف إيه، ولو حبينا نقيم ونكسره يبقى كسر لا ده كسرها دماغها. رأس المرأة هو أعوج شيء فيها، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم وجعل منه حواء عليها السلام ليسكن إليها، لتكون له السكن، المودة، الرحمة، الحب، الحنان. الإنسان خلق من الأرض فيميل دائما إلى العمل والكد والاجتهاد والنشاط، والمرأة خلقت من الرجل حتى تكون أنسا للرجل. أنت قطعة من الرجل، أنت حتة منه. يعني معنى ذلك أن الرجل بيحن إليكي وأنت تحن إليه، الكل والبعض الاثنين بيحنوا لبعضيهم. وده من كرم ربنا على سيدنا آدم والسيدة حواء أن هما من جنس واحد. وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما تغشاها سيدنا آدم وخرج من الجنة وهبط الاثنان إلى الأرض، تغشاها، وربنا سبحانه وتعالى بيقول تغشاها، أصبح سيدنا آدم غشاء للزوجة بتاعته. شوفوا النسق القرآني الجميل. أنت بالنسبة لمراتك أنت الغطى والستر ليها، أنت الغشاء اللي بيقيها من كل شيء. فلما تغشاها أي ضاجعها آدم حملت حملا خفيفا، وهو ماء الرجل. الحمل الخفيف بيبدأ بالحمل الخفيف. فلما فمرت به أي استمرت بهذا الماء حتى بدأ الرحم والبطن تعلو. فلما أثقلت أي ثقل هذا الحمل، دعوا الله، هما الاثنين رفعوا أيديهم لربنا، يا رب خايفين أحسن ما يكونش إن ده أول شيء، أحسن ما يكونش إنس، يكون أي نوعية تاني، يكون أي جنس تاني، يكون أي حاجة غير الإنسان. خاف أحسن السيدة حواء ثالث شيء غير الجنس بتاعهم هما. فدعوا ربنا سبحانه وتعالى، لئن آتيتنا إنسانا من جنسنا صالحا فيه كل أمور الصلاح لنكونن من الشاكرين لك يا رب العالمين. يبقى ربنا أكرم ابن آدم وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. من سيدنا آدم والسيدة حواء امتلأت الأرض على مختلف الألوان والأجناس واللغات. يبقى ربنا أكرم ابن آدم واداله. يبقى الرجل بيدور في الوقت ده على انه هل يتزوج ام لا يتزوج. المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه عندما وجد ثلاثة من الشباب او الشبان راحوا يسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، يعني استجلوا العبادة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. فأحدهم قال إني أقوم الليل ولا أنام، والتاني قال وأنا أصوم النهار فلا أفطر، والتالت قال وأنا لا أتزوج النساء. يعني خلاص كده هنعمل كده، لا ده احنا بالنسبة للنبي ما فيش حاجة، ده احنا لازم نجتهد أكتر وأكتر وأكتر. ما هو كان هدفهم ايه؟ العبادة. كان هدفهم حلو، كان هدفهم ان هم يكونوا شباب مسلمة، مش شباب فيسبوك وكلام فاضي والنهار كله قدام الكلام الفاضي
والنهار كله بنسمع مسرح مصر ونقعد نضحك قدامه ونقعد معرفش بنضيع كفاية يا عم ساعة يا عم اتنين على البتاع ده، وبعد كده شوف مصالحك وعيالك وبيتك وشوف شغلك وشوف اللي وراك. ده الواحد لما بيفتح البتاع ده لمدة نص ساعة ولا ربع ساعة بيمل، وانت بتقعد النهار كله فاتح وقاعد، يبقى قاعد البيت كله مع بعضه كل واحد في حاله. يا عم شوف بيتك، اقفل الموضوع ده لمدة شهر وشوف علاقتك مع اولادك وبيتك ومراتك هتبقى شكلها ايه. سبحان الله العظيم. يبقى سيدنا ربنا سبحانه وتعالى اكرم البشرية التلاتة، كل واحد قال حاجة كان ليه هدف، العبادة والقرب لربنا. فكل واحد قال، النبي عليه الصلاة والسلام سألهم تعالوا انتوا التلاتة اللي قلتم، قالوا ايوة. قال الا واني اخشاكم الى الله واتقاكم الى الله ولكني اصلي وارقد. انا بصلي بالليل ركعتين اربعة ستة تمانية عشرة، منين ما اقوم في ليلة اصلي اي ركعات قيام، واصوم وافطر، اصوم يوم وافطر يوم، اصوم الاثنين والخميس، اصوم اي ثلاث ايام في الشهر، اصوم الايام القمرية، اصوم رمضان، اصوم اي شيء وبافطر، لكن مش هقعد الظهر كله صايم. واتزوج النساء. ايه اللي يحوش عن، احنا الاسلام نهى عن الرهبانية، لا رهبانية في الاسلام، مفيش حاجة اسمها ما تزوجش، تزوج. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. لكن ما تقولش لا أنا مش هتجوز، أنا مش لاقي بنت كويسة، ده أنت اللي ما بتشوفش، ده أنت اللي مش شايف، ده أنت اللي في دماغك واحدة معينة مش لاقي. ما هنجيبها لك منين؟ هنفصلها لك؟ لا، شوف الإسلام حتى أمرنا بأن احنا نتزوج. طب ناويين نتزوج نعمل إيه؟ الشروط اللي انا عاوزها في البنت، او ايه الشروط اللي البنت عاوزاها في الولد او في الشاب؟ كما يقول الحبيب صلوات الله وتسليماته عليه، من اراد منكم ان يخطب فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى النكاح فليفعل. الشاب اللي عاوز يتزوج وعاوز يتزوج بنت، اللي يقدر يشوفه منها ان هو اراد النكاح، اللي يقدر يشوفه منها علشان يشوفها تصلح زوجها ولا لا، يعمل كده. ده تصريح من المصطفى صلى الله عليه وسلم لما راح سيدنا جابر يتزوج واحدة، قال له هل لا نظرت إليها حتى يؤدم بينكم؟ بص لها وشوفها، بس دي مش نظرة شهوة، دي نظرة نكاح زواج حلال. مش هي واحدة ماشية في الشارع كده هبص للي راح ولا جاي اقول ده انا ممكن اتجوزها ولا لا، لا، دي الاولى ليك والتاني عليك، واحنا عندنا الاولى عم تاخد لها حوالي بتاع 2 كيلو نبص فيها. يبقى هنا الشاب اللي بيستطيع ان يشوف حاجة منها يشوف. يبقى طيب النهاردة الراجل اللي عاوز يزوج بنته، من اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض او فساد كبير. إذا جاءكم أو خطب منكم ابنتكم، إنسان جاي يخطب بنتك بص فيه. طب أنا لقيت الشاب ده بيشرب سجاير، مش عاوزة خالص، مش هشوف وشك. أول ما تشوف شاب بيشرب سجاير يتقدم لبنتك تقول له شكرا مع ألف سلامة، عدل، كفاية ريحتك المنتنة والمعفنة، كفاية ريحة بوقك اللي ما تطقش، كفاية إنك بترتكب كل ما تاخد نفس بترتكب إثم، بترتكب وزر، بتاخد ذنب، كل نفس ما تعرفش الذنب بتاعك قد ايه فيه. كفايه ان مفيش حد طايق ريحتك، كفايه ان انت بتنقل العدوى والمرض لاهل بيتك ومراتك وعيالك وللي حواليك. تشرب سجاير يا ابني؟ ايوه يا عم. طب خلاص يا ابني بالسلام من على الباب. ده حصلت معايا اكتر من 25 مره، وجاه وسلطان وابن فلان وابن علان ومعاه ومعاه ومعاه. لا يا حبيبي شكرا، مش عاوز بوزك. بينتمي لاي حزب قول له شكرا، ربنا ادالك واسع، تضيق ليه؟ انت عندك حب الحزب معين خلاص، لكن ما تنتميش بقى للحزب ده وتضيق الواسع. ده انت ممكن تدافع عن الحزب وما تدافعش عن الاسلام، ده انت ممكن تدافع عن رئيس الحزب وما تدافعش عن النبي عليه الصلاه والسلام،
ده انت ممكن تدافع عن مبادئ الحزب وما تدافعش عن مبادئ الاسلام والقران. بتضيق واسع ليه؟ خليها مفتوحه يا اخي، ما تنتميش لها، خلاص سيبها مع ربنا. وعندك ميول لحزب خلي الميول ده موجود، انما ما تقعدش بقى تدافع عن ده وتدافع عن ده وتنسى دينك وقرانك ونبيك. الشيء اللي بعدين، انت بتحفظ قران يا ابني ولا ما بتحفظش قران؟ مش قال لك من ترضون دينه وخلقه؟ الدين بتحفظ قران، بتصلي، اهلك مين، انت بتعمل ايه؟ ما هو ده الانسان اللي هتاخده لبنتك. هو يعني لو زوجتها الكريم ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. هيظلمها بتاع ايه؟ ما دام راجل مسلم وعنده دين واخلاق. يبقى ابص في الاول اللي جاي لبنتي، مش لازم يكون صاحب سلطة وماله وجاه وسلطان وبيوت وعمارات وعربية. لا يا اخي، شوف الرجل الدين اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ان لم تفعلوا واخترتوا بقى الجاه والسلطان والعربية والفلوس والعمارات، واخترتوا ده، الفتنة هتكتر في البلد. لا هتلاقوا بنات تتزوج ولا شباب، وبكرة وبعد الطلاق والمحاكم تشتغل والضرب يشتغل بقى، وده تحت ايده هطلع عين اللي معرفش ايه. ما هو كده. طيب البنت، الشاب عايز يدور على بنت، سبحان الله العظيم. شوف المصطفى عليه الصلاة والسلام بيقول لك ايه، ما استفاد المرء المؤمن او المؤمن بعد تقوى الله جل وعلا او عز وجل خيرا من امرأة او زوجة النظر اليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. يبقى الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة. طيب يبقى تنكح المرأة لإيه؟ لأربع. إيه هم الأربع أشياء اللي المرأة بتنكح من أجلهم؟ لمالها، لمالها، حسبها، جمالها، دينها. يبقى عندنا أربع أشياء المرأة بتنكح لأجلهم، وعندنا أربع أمور الإنسان لو شافها في الزوجة الصالحة دي الدنيا واللي فيها بقى خلاص امتلك كل شيء. يبقى تنكح المرأة لأربع، حسبها. هو طبعا الترتيب جاي من الأسفل للأعلى. الحسب انها تكون بنت ناس كويسه، انها تكون بنت ناس معروفه، بنت ناس هتعرف ربنا. مش بنت النهارده اسال على اخوها ولا خالها ولا عمها اللي جم معرفش بيعملوا ايه وبيبيعوا ايه وبيتنقلوا في ايه وبيتعاطوا ايه. طب ما دولتك هيقولوا، ده اولادك هيقولوا له يا خالي، ده اولادك هيقولوا له يا سيدي، ده اولادك هيقولوا له البنت دي عمتنا ولا خالتنا. بص لبكره، ما تخدش للجمال، من تزوج امرأة لجمالها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لعزها وحسبها لم يزده الله إلا ذلة. هيتذل لأبوها وأمها وأخواتها. ولكن اظفر بذات الدين تربت يداك. يبقى إذا نظر إليها سرته، تبص لها كده كل لحظة وكل ساعة، تغير جلابية، تغير عباية، تغير فستان، تغير البيجامة اللي لابساها، لكن مش تفضل بالبيجامة اللي لابساها ولا البتاع لابساها النهار كله في المطبخ وفي البيت، وتدخل تلاقي الريحة والمش عارف ايه وريحتها ما تطاقش. طب ما انت هتهرب من البيت. يبقى فين اذا نظر عليها سرتها؟ لا دي طبعا حالتها مع لمبة لربنا، وحاطة دماغها على حاجة على دماغها كده، أول ما تبص كأنك شايف قدامك شيطان والعياذ بالله، والشعر منكوش والدنيا ملهاش. لا يا ست اسمع كلام الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام علشان الحياة تقدم بينكم. يا ست خلي بالك من نفسك علشان بعد كده ما تلوميش زوجك، ما هو بيهرب ولم البيوت من اللي شايفينه منكم. يبقى إذا نظر إليها سرته، إن أمرها أطاعته. مش هنروح المكان وتقول له خلاص يا أخويا مش هنروح، ما تعملش كده، خلاص يا اخويا مش هعمل،
الله. طب ما هي خلاص، شوف الأدب والأخلاق والتربية طلعت إزاي. ما هو الناس اللي بيقول لك وراء كل رجل عظيم امرأة، لا حاسب. وراء كل رجل عظيم، وراء كل امرأة عظيمة أبوين صالحين. وراء كل رجل عظيم وامرأة عظيمة أبوين صالحين، هم دول اللي خلوها عظيم وخلوها هي عظيمة. يبقى إن أقسم إن أمرها أطاعته. هنروح المكان الفلاني حاضر، مش هروح اقعد في البيت حاضر. هي تشوف الحياة تبقى ازاي، ده انت تاخد عينك وتديها لها. ان اقسم عليها ابرته، اول ما يحلف عليها تقول له خلاص من غير ما تحلف، والله ما هنعمل الحاجة دي، خلاص خلاص يا اخوة مش هنروح. شوف الادب، لانها طلعت من بيت ادب واخلاق ودين. ان غاب عنها حفظته في ماله، حفظت له المال وعياله، ما سابتش، ما اهملتش في العيال وخدوا برد وخدوا ما اعرفش ايه، ما رمتش العيال معفنين بريحتهم المعدره. يبقى هنا ان اقسم عليها ابرته. تنكح ليه؟ لحسبها اهلها مالها، بس مش هاخدها عشان المال، لجمالها، ولازم تكون جميله برضو عشان ما ابصش لحد تاني، بس الدين اهم حاجه. الدين ده اللي انت تنكح المرأة لأربع. طب ربنا أكرم وحصل شيء معين وحصل طلاق بين الاثنين، ده أمر ربنا، مش بتاع أنت مشيت صح وهي مشيت صح، بس الأمور ما استمرتش خلاص. طب في أولاد، ربنا بنطلب من ربنا يدينا الأولاد، يبقى قضاء ربنا وقدر نؤمن به. إذا حصل انفصال ده قضاء ربنا، أنت عملت الخير ولكن ربنا أراد بالله أفضل من الخير اللي عملته. طب عاوزين أولاد، رب هب لي من الصالحين، رب لا تجعلني فردا وأنت خير الوارثين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يبقى ربنا أكرمك بالزوجة الصالحة وأكرمك بالرجل الصالح، بصوا بقى انكم تجيبوا اولاد، ما تقوليش بقى لا جمالها هيروح ومش عارف ايه، واستنى شويه كده لما الامور ما اعرفش، واستنى كم سنه لقدام علشان صحته وجماله يا ست سيبيها على ربنا. ده الجمال بتاع ربنا والصحه بتاعت ربنا، والمرض ده يعني ابتلاء من عند ربنا. يبقى ندور على الخلفه الصالحه. ايوه، كل راع مسؤول عن رعيته، لازم نعمل كده، ندور على ان احنا ازاي يكون انجاب، وازاي الانجاب ده يكون صح، وازاي نسال ربنا ان يدينا ذريه صالحه. ليه؟ لان احنا اصلا اتربيت انت وهي على الصلاح والفلاح، ما خدتوش بعضكم علشان خاطر علاقات جنسيه لا قيمه لها، انما هي كماليات، خدتوا بعض على سنه ربنا وعلى دين ربنا واحتفظت بيها لنفسك. ادعوا الله في السر وانتم موقنون بالاجابه. الحمد لله رب العالمين. طب ربنا أكرمنا ووجه ولد أو بنت، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ربنا طلبنا الولد وربنا إدانا ولد وبنت وودين بنتين ثلاث بنات أربع بنات، يعني اللي ربنا إداهولنا. طب لما يجي ورا بعضيهم كلهم مش هيبقى في إرهاق للأم؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول وحمله وفصاله 30 شهرا، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال لك ربنا ادالك ولد، نظم مش تحدد، ورزقكم في السماء وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، يعلم مستقرها ومستودعها سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى ما ربنا ما خلقش شيء إلا وكتب له رزقه. معاك 20 عيل رزقهم موجود، نظمت وخليت بين كل عيل والتاني زي ما جال ربنا، ما هو ربنا اللي بيقول اهو، 2 سنين فطام 9 شهور حمل، يبقى 2 سنين و9 شهور، وبعد كده سيب ربنا يديك تاني. انما لما يجي كل سنه عيل يبقى في حاجه اسمها لبن الغيله،
لبن الغيبة ده هو مش مضر ولا هو حرام ولا منهي عنه، لا عادي جدا يا اخي، هيشرب الطفل بس ما بيبقاش فيه الغذاء الكامل للطفل اللي بيرضع، ده اسمه لبن الغيلة، وتبقى المرأة حامل وفي نفس الوقت ترضع، طبعا انهاك لصحة الام، ترضع وحاملة كل ده بيبقى على حسب صحتها والعظام بتاعتها، لا 9 شهور حمل وسنتين فطام وبعد كده سيب ربنا يديك تاني وتاني وتاني. وكان الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان القرآن ينزل ولم ينهانا، يعني ما كانش بينهانا عن العزل، والعزل هو أن يضاجع الرجل زوجته لا ينزل الماء بداخل الرحم، ده العزل بتاعها، يبقى هنا ده اسمه العزل، كان على ايام النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش فيه وسائل حمل ولا كان فيه معرفش ايه، والحاجات اللي بيعملوها النهارده دي هي والاختراعات الطبيه والعلميه الحديثه دي ما كانتش موجوده، فكان كل الموجود العزل بس. فالنهارده انت هتعمل عندك وسائل كثيره جدا لتنظيم النسل وليس لمنع النسل، لا اللي هيقول لتحديد اقول له حرام، اوعى تقول لي اجيب عائلين ورضا يا سيدي، انت يا سيدي ما تقوليش عائلين وثلاثه ورضا، سيب ربنا يا اخي، هوكلهم منين هشربهم منين، ده ربنا اللي حكم من فوق 7 سماوات وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كمان، يعرف فين واخرتها فين ونهايتها فين وهتموت فين بدايتها فين، بتنام بتقوم بتاكل بتشرب جوه الرحم في اي مكان، ومستودعها المكان كمان اللي هتموت فيه ربنا عالم بيها. يبقى ما تقوليش بقى كفايه 2 اوكلهم حلو واشربهم حلو، يا عم خليها على الله، احنا بنقول نظم ما بنقولكش حدد، يبقى التحديد حرام انما التنظيم حلال ومباح، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام والقران واضح وليس فيه اي شك ولا مراء. فاحنا بنقول الانسان ربنا امرنا بالزواج، ربنا امرنا بان احنا ننجي الزوج الصالح والزوجه الصالحه، ربنا امرنا بان احنا نطلب منه ان يدينا ذريه صالحه، ربنا امرنا بان احنا ننظم النسل. نسال المولى سبحانه وتعالى ان يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم استرنا في الدنيا وفي الاخره، اللهم احفظنا في الدنيا وفي الاخره، اللهم احفظ بناتنا في الدنيا وفي الاخره، واحفظ نسائنا في الدنيا وفي الاخره، واحفظ شبابنا في الدنيا وفي الاخره، اللهم اكرمنا بكرامه القران، اللهم علمنا القران، اللهم فقهنا في القران، اللهم احفظ جيشنا وشرطتنا ونيلنا وارضنا سمائنا وقيادتنا وحكومتنا وشعبنا ونيلنا وأرضنا، واحفظ مصرنا يا رب العالمين وسائر البلاد العربية والإسلامية يا رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.